لما نلاقي النموذج بتاع توت عنخ آمون النموذج الأمثل لينا في كل حاجة في الحضارة المصرية. المقبرة بتاع توت عنخ آمون عبارة عن كتاب مفتوح بتعرفنا كل ما يخص حياة الملوك في مصر القديمة. المقبرة الأكمل والأجمل اللي تم اكتشافها سنة 22. عرفنا إن الملك الصغير ده اللي مات عنده 18 سنة كان غاوي صيد، كان غاوي رياضة، رغم إن هو كان عنده مشكلة في رجله ما كانش بيقدر إن هو يمارسها بشكل طبيعي، ومع ذلك كان غاوي إن هو يمارس رياضة الصيد. كان عنده حب كبير للأكل، الوز والبط واللوم. لأن مقبرة توت عنخ آمون دي مليانة أكل أعتقد، فيها صناديق كاملة لأكل متحنط. عرفنا هو بيحب ياكل إيه عن طريق الأكل اللي كان بيتحنط واللي كان موجود معاه. عرفنا إن هو كان بيحب جدا الوز والبط، كان بيحب الكبدة، كان بيحب اللحمة، كان بيحب جدا الدوم والبلح. فعن طريق الأكل اللي بيحبه كان عنده رغبة حقيقية إن هو يكمل معاه في العالم الآخر. مش بس كده، ده في حاجات جوه المقبرة، يعني الذهب اللي احنا بنفتخر بيه ده ممكن نقول عليه 30% من محتويات المقبرة. في حاجات في غاية الغرابة اكتشفت في مقبرة توت عنخ آمون. زي ايه يا دكتور؟ زي الخنجر بتاع توت عنخ آمون اللي اكتشف في لفائف الكتان بتاعت الموميا بتاعته. اكتشف بعد 3 سنين من كشف المقبرة لما تم العثور على الموميا بتاعته وعمل دراسات عليها. الخنجر ليه كان غريب ان احنا نلاقي الخنجر؟ ليه كان علشان غريب؟ كان ملفوف معاه جوه جسده يعني او محيط بيه؟ كل ده كان طبيعي. اوكي. الخنجر نفسه صناعته كانت غريبة جدا. ليه؟ الخنجر كان مصنوع من الحجر، الحجر النيزكي. الحجر ده لما تم إعادة دراسته بعد كده في الألفينات اكتشفنا ان هو بيحوي على نسبة كوبالت ونيكل 11%. مع ان نسبة الكوبالت والنيكل الموجودة في اي حديد على سطح الارض لا تتعدى 1%. معناها ان الحديد ده صلابة اكبر. جاله منين؟ الحديد ده بيجي من بره الكرة الارضية. معناها ان دي نيازك جت خبطت الارض والمصريين القدماء استغلوها. التعامل مع مختلف الحاجات الموجودة في الطبيعة، مش بس المتوفرة، لأ المستجدات كانوا متابعين. بالظبط. والنوع ده من الحديد لقينا زيه بشكل قليل في حضارة الأناضول. ده بيبين ان المصريين القدماء كانوا على اتصال بحضارات معاصرة زي حضارة الحيثيين، وكان في تجارات متبادلة. عندنا البوق اللي بيسموه البوق السحري بتاع توت عنخ آمون، كل ما يتنفخ فيه كل ما تقوم حرب. البوق ده اتلقى في مقبرته. كانت الابواق معروفه في مصر القديمه ان هي كانت اداه لاعلان الحرب. اعلان الحرب صحيح، مع الطبول. مع الطبول.